السلام عليكم اهلا بكم اعزائي متابعي القناه التعليميه مدرسه الشاذلي مرحبا بكم من جديد اليوم غادي نشوفوا الصفحه 71 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الرابع ابتدائي التمرين 8 يقول اون كونسيدير يعني نعتبر هذا المربع هذا unité دو mesure de surface يعني وحده لقياس المساحه واضح اش كتعني وحده لقياس المساحه يعني غنحسبوا به فهمت يعني نحسبوا بالمربعات شحال هاد المساحات هذا نحسبهم بالمربع يعني شحال فيهم من من هاد المربع واضح جيكري يعني لا سيرفاس دو شاك فيغور نكتب المساحه ديال كل شكل هاد الشكل هذا نكتبوا المساحه ديالو هنا هاد الشكل هنا وهاد الشكل هنا وهاد الشكل, الشكل نكتبوا المساحه ديالو لتحت اذا كيفاش قلنا نحسبه حسبه, حسبه بالمربعات اذا هذا شحال فيه من مربع هذا الشكل هذا واحد جوج ثلاثة أربعة اذا شنو عندي رب بكل بساطه غنقولوا فيه أربعة هذا حرب عدد مربعات هذا شحال فيه من مربع شوف معايا مزيان يعني. هذا مربع واحد وهذا شنو هو هذا ماشي قد هذا النص الفوقاني وهذا قد النص التحتاني ديال المربع اذا هذا شحال فيه مربع الاول نص مربع زائد نصف مربع هي مربع يعني مربع الاول وهذا الثاني اذا جوج مربعات هنا شحال كاينه كينا جوج ايضا واضح هنا شحال كاينه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا مساحة هذا الشكل هذا عشرة هذه المربعات واضح راح تفهمنا دابا اذا فين هما المساحات اللي مقادين هما هادو هاد المساحه هادي قد هاد المساحه هادي واخا ما كيتشابهوش مع بعضياتهم ولكن هاد المساحه قد هاد, هاد, هاد المساحه واضح نمر الان التمرين رقم تسعة التمرين رقم تسعة يقول ياك يعني الاحظ المربع والمستطيل فين هو المربع هو هذا فين هو المستطيل هو هذا والوحدات يعني اين وحدات يعني هذا مثلث صغير مثلث كبير و مربع واكمل الجدول نكمل هذا الجدول هذا واضح اذا المربع شنو كيساوي كي ها انتم كتلاحظوا المربع بحال فيه جوج مثلثات كبار ها انت تلاحظ معايا فيه جوج مثلثات كبار وفيه اربعه المثلثات صغار يعني فيه بحال مربع واحد فيه جوج من هذا بي وفيه اربعه من سي حنا غنخدمو بشويه علينا واضح انا قال قياس مساحه المربع هذه مساحه المربع باش غنقيسوها ب آه. يعني نحسبوها بالمربعات شحال كاين من مربع في هذا ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة إذا أربعة ديال المربعات فهمنا دابا فهمتوني كيفاش هنا شحال فيه من هاد المثلثات الكبار شوف معايا قياس مساحة المربع بمثلثات الكبار هنا كاين اللي مطور ما يحسبش كاع ما يمشيش يحسب يقول هنا هاد المثلث الكبير اش كيعني كي يعني جوج مثلثات الكبار في كل مربع فيه جوج مثلثات كبار اذا مادام لقينا اربعه المربعات اي حكم مباشره اذا كاينه ثمانيه هاد المثلثات كبار يعني هاد اربعه نضربوها بجوج ان مادام كل مربع فيه جوج مثلثات راه صافي هاد اربعه نضربوها بجوج وكاين اللي يحسب بحال دابا يقولك هنا ها واحد وهاد لاصقه فيها جوج ثم هنا ثلاثه هذه لي يسقى فيها لتحت أربعة فهمتوا كيفاش الفكرة هاد بحال هادي ها هي كيما هي ها واحد هاجوش. ها جوج واحد ها جوج تما ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كيما قلنا ثمانية وشحال فيها هاد الصغار هاد ثمانية بحال هذا كل المثلث دابا أنا هاد المثلث هذا مثلا فيه جوج صغار أو شديناه من هاد الطريقة تاني راه فيه جوج صغار اذا مادام عندنا هنا 8 هاد المثلثات كبار غيكون عندنا 16 صغار وبغينا نحسبوهم نحسبوهم شحال عندنا الصغار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 كما قلنا وغادي ندوزو لقياس مساحه المستطيل هاد المستطيل شحال فيه من مربع ها واحد 2 3 4 5 6 6 ديال المربعات هنا غيكون الدوبل ديالها غيكون 12 فهمت؟ 12 وهنا الدوبل ديال دوك 12 يعني 24 من دوك السؤال غادي تحسبهم حسبهم عادي واضح بنفس الطريقه اللي خدمنا هادي غتخدم هادي هنا نتاكدوا من هاد 24 ها انت شوف هانت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20 21 22 23 24 واضح والكبار راهم باينه تلقاهم 12 والمربعات تلقاهم 6 ها هما باش تاكد ها هما 6 ديال المربعات واضح ها ها هما جوج الفوق 3 4 ثم 5 6 ديال المربعات نمر الان التمرين رقم 10 شوف التمرين رقم 10 شنو اللي مطلوب منا التمرين رقم 10 يقول أحدد قياس مساحة المربع بتلوين صيغة الجواب الصحيح هاد المربع هذا المساحة ديالو واش هادي ولا هادي ولا هادي كيفاش كنديرو نقيسو المساحة كيفاش كنديرو نقيسو المساحة كنضربو مساحة المربع كنضربو الضلع في الضلع أربعة في أربعة كتساوي ستاش فين هي أربعة في أربعة واش أربعة زائد أربعة لا كنديرو يعني ربعة في أربعة ربعة في ربعة هي ستاش باش نزيد نفسرلكم أنا كتار تبعو معايا باش تزيدو تفهمو كتار اش يعني ربعة في ربعة هانت ها هادا بهادي دايرة هاك نقسموها على ربعة ربعة تبعو معي ديرها بحال هاك بحال ربعة المربعات ها واحد

إذا شنو الصيغة اللي صحيحة؟ هي نضربو ربعة في ربعة ماشي ربعة زائد ربعة تولي ثمانية، ربعة ناقص ربعة تولي صفر، الصحيحة هي كنضربو الضلع في الضلع باش نخرجو المساحة، واضح نمرو الآن التمرين رقم حداش، ياك حقل مستطيل الشكل قياس عرضه سبعين متر وقياس طوله مية وربعين متر، ها هو دابا حقل داير هاك العرض ديالو سبعين والطول ديالو 140 اذا باش كنخرجوا المساحه المساحه اش كتقول عندنا القاعده ديال المساحه كتقول لك اس يعني السيرفاس كتساوي الطول في العرض لونغور في لارجور طول في العرض شنو عندنا الطول هنايا هو 140 والعرض هو 70 140 في 70 واضح نديروا العمليه هنا نخرجوا العمليه ونشوفوا شحال عاد جينا مئة ربعين في سبعين شوفوا العملية شحال هتجينا مئة وربعون في سبعون صفر في صفر 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 في ربعة صفر صفر في واحد صفر سبعة في صفر صفر سبعة في ربعة ثمانية عشان نكتبو ونحتفظ ونحتفضو بإثنان سبعة في واحد سبعة والإثنان تسعة نديرو الجمع ديالنا صفر صفر ثمانية تسعود إذا شحال المساحة ديالو المساحة ديالو هو تسعة آلاف متر هذه هي المساحة ديال هذا المستطيل واضح إذا المساحة ديالو هي تسعة آلاف متر هذه اللي كتهمنا نمر الآن تمرير رقم اثناش التمرير رقم اثناش يقول اختار وحدة مناسبة وألونها واكمل قياس مساحة المستطيل أ هي قياس مساحة المربع ب هي واضح مثلا المستطيل فينا هو أ. باش نحسبه. فيه فيه مستطيلات واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة إذا شحال فيه ستة ديال المستطيلات واضح هذا شحال فيه من مربع دابا هنا الوحدة اللي غنختارو هي المربع حنا حسبنا بالمستطيل نحسب بالمربع واحد جوج تلاتة اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود إذا شحال فيه فيه تسعة ديالات ديال المربعات واضح هنا نحسب المربعات الوحدة المناسبة هي المربع هنا الوحدة اللي كاينة هي المستطيل نمر الان للتمرين رقم 13 اضع علامه في تحت السطح الذي له اصغر مساحه في هو السطح الذي له اصغر مساحه باش كنعرفوها بعدا كنحسبوا كي المساحه كيفاش كنديروا نحسبوا المساحه هنا هذه اللي بالخضر هذه راه ديال هذه عندك شي تخلطها تقول هذه لان اش كتعني هذه علاش احتجنا على جهه واحده لانه يعني مربع والمربع جميع اضلاعه متقايسه وهو مبين هك ثلاثه شرطات ثلاثه شرطات ثلاثه شرطات ثلاثه شرطات يعني هذا قد اذا راه راه شنو راه مربع اذا باش كنحسبوا المساحه كنقولوا 4 في ربعة. كتساوي 16 هذا 4 في 4 لان الضلع ديالو الضلع في الضلع اذا المساحه ديالو 16 سنتيمتر هنا كيفاش نحسب نحسبوا المساحه الطول في العرض يعني ثمانية في أربعة شحال كتساوي اثنان وثلاثون إذا شكون هو اللي كبر واش ستاش و اثنين بطبيعة الحال هذه الكبار و فين حنا شنو طالبين منا الكبير ولا الصغير طالبين منا الصغير إذا فين هو الصغير فيهم هي هذا وراه باين عيب العين راه باين ولكن حنا معندناش الغرض بالعين حنا خصنا نتبعو القاعدة القاعدة اش كتقول المربع ضرب له في الضلع باش تعرف المساحه ديالو والمستطيل ضرب له الطول في العرض باش تعرف المساحه ديالو اذا هذا هو الصغير فيهم لان هذا 16 وهذا 32 سنتيمتر باش مربع لان ما كتجي تحسب كتقول سنتيمتر مربع لان المساحه هذه 16 سنتيمتر مربع واضح وهكا كملنا تمارين ديال الصفحه 71 الى اللقاء